طبعا نونو سانتو بصراحة يعني محبتنا لي أو اقتناعنا فيه وهو في أوروبا يعني ما بقول أثبته لأنه هو مثبته من زمان، ولكن زاد بصراحة وأكدوا بالتأكيد في عمله مع الفريق الاتحادي. والجميل أنه برنامجنا الحمد لله في بداية الدوري كانوا بعض النقاد بعض الجماهير طبعا بيتكلموا على المدرب وش هذا الاتحاد واحنا كنا بنتكلم لا اتحاد جاي طالما في مدرب مثل هذا. وبالفعل شوف الاتحاد الان ما شاء الله يعني بالبلدي مسك الطريق مسك الخط ما شاء الله تبارك الله، جميل. خلاص يفوز بسهولة. اليوم واحدة من افضل مباريات الاتفاق وواحدة من اقل مباريات الاتحاد، التباين هنا فين؟ انه اللي افضل مباراته خسر ثلاثة واللي اقل مبارياته كسب ثلاثة. هنا ضعف الفريق الاتفاقي وقوة الفريق الاتحادي، انه انت اليوم ما كنت في مستواك وتفوز بالثلاثة، هذا دليل على قوة فريق، لانه مش معقول ما تلاقي فريق في العالم مستواه ثابت في كل المباريات، لكن النتائج تكون شبه ثابتة. هنا قوة الفريق الاتحادي، قوة المدرب، قوة تركيز اللاعبين. الاتفاق بطبيعة الحال يعني شفنا هجمات اليوم، لعبوا مباراة بصراحة جميلة خاصة الشوط الأول شوي من الشوط الثاني، حتى الهدف الثاني للاتحاد انهار الفريق تقريبا. ولكن ما في زي ما ذكروا الزملاء الأفاضل ما في لاعبين أجانب، ما في ناس تخلص في المرمى، ما في ناس تسجل. أنت لما تعتمد على اللاعب السعودي فقط حتى اللاعبين السعوديين يعني ما هم سوبر ستار لكن جيدين، بالتأكيد حيكون مركزك كذا حتكون نتائجك بالشكل هذا. الاتحاد قوة الاتحاد اليوم يعني اليوم قروهي ما شاء الله تبارك الله، فريق مش مستواه تلاقي حارس كبير يشيل لك فرص ما تنشال. أنا عجبني اليوم طارق حامد كان ثابت في وسط الملعب يمكن تحمل العبء الدفاعي للفريق اليوم. روما كالعادة يصنع ويسجل. كورنادو واحنا في البرنامج هنا دائما نركز على التمرير الساحره، شوف تمرير الهدف الثاني ما شاء الله، شوف كيف شوف الرؤيه، شوف لاعبها كذا في المكان وفي يقول لي روما كذا امامك كذا حتى لا هي بعيده شويه ولا ترى هذا السنس حق اللاعب، هذا موهبه كبيره جدا. تعرف تاثير المدرب، شوف كمارا، كمارا ايش كان يسوي زمان؟ قوه وسرعه يطالع في الارض فقط يجري بالكوره هو راسه في الارض. الان شوف الهدف الثالث تصرف لعيبه كبار في ال 18، دائما المدربين ايش يقول لك لما تنفرد؟ طالع في الباب، وهذه طالعة الباب ترى يبغى لها شغل، ما هي حركه ترى كده بسرعه ولمسه. شوف الحارس شوف كيف سوى، حط رجله من تحت وحطها في المرمى، تغير كبير جدا. مش هذه المباراه كمان، عده مباريات الان ما شاء الله تبارك الله عليه. حقيقه الاتحاد يعني هذا الموسم جميل. أكثر من رائع، اكتملت الصورة بإحضار مدرب كبير وجمهور اللي شايفونه اليوم. والله حسيت اتفرج بروسيا دورتموند اليوم، شفت الجمهور كيف بالأعلام الكبيرة الأصفر والأسود، بصراحة الجمهور هذا الاتحادي عجيب وغريب بصراحة.